أنا بعرف إنك مزعوجة من وجودي هون ورح تطقي، بس صار لازم تعرفي إنه هالبيت بيتي أنا، عم تفهمي؟ اسمعي الكلمة، أحسن ما زدتك برا وتضلي بالشارع. اسمعني شوي ابني فرحان، شو رأيك تروحوا مشوار لحالكن منشان تقضوا وقت حلو؟ أمي أنا عندي شغل كتير والله، الشغل بده تركيز ولساته جديد. بس إذا غبت يومين ما رح يخرب الشغل. أنا ما عم قلك تهمل شغلك، بس كرمالي هالمرة لازم تاخد زارين شي مشوار. ماشي، بس لازم خبر شريكي بالأول. شكراً خالتي. يا جماعة العشاء جاهز. الحمد لله أخيراً. بتصدقوا إني جوعانة كتير؟ فرحان خد أرسلان لو سمحت. يلا هي آخر صورة جماعية للعيلة. شو صاير لها البنت هي؟ تعال تعال عدي هون. يلا جاهز عم. يلا بتسمو. مدام تارا بدك شي مني؟ يعطيك العافية. شفتي شو صار مدام؟ كأنه زارين مبسوطة كتير. اي طبيعي تنبسط لأنه طالع مشوار مع زوجة. لوين بدك توصلي رهني؟ وهو زوجك كمان. أنا وضعي مختلف عن زارين. بشو مختلف يعني مدام؟ أنتي بتكوني مرته كمان فما في فرق. لازم تنسي الماضي بقى، انتي هلأ مرته للسيد فرحان ولازم تاخدي مكانتك بحياته. أنا ما بدي إياكي تندمي لبعدين. والله بكرة زارين بتطلعك برات البيت ورح تتدمر حياتك وحياة أرسلان ابنك. سكري على هالسيرة، مفهوم؟ ليش يا مدام؟ ليش ما بدك تشوفي الحقيقة؟ لو ما كنت بحبك ما كنت بنصحك وبصر عليكي هالقد. هالكلام ما رح يفيد. انتي روحي كفي شغلك. كيف الأمير؟ منيح الحمد لله. ناقصكن شي؟ اسمعيني، بجوز أنا وهديتي ما منعني لك شي، بس أنا مسؤول عن أرسلان، مسؤول عن أكله وعن شربه وعن تفاصيل حياته كلياتها. خبريني إذا ناقصه شي. بعرف إنك ما بتقصر، بس نحن مو بحاجة أي شي. معقول مانك بحاجة لأي شي يا تارا؟
ما في داعي تكابري، كل إنسان بالدنيا بحاجة لشي، ونحن كعائلة لازم نساعد بعض. وبخصوص أرسلان، حابب أعطيه كل شي بالدنيا، وأكيد هو رح يقبل مني، لأنه هو مانو مثلك، هو بيقبل الهدية. فهموا علي منيح شو رح قلكن، ديروا بالكن على حالكن، وعم حذركن إذا بتتخانقوا مالكن رجع على البيت، ماشي؟ بدي إياكن تنبسطوا مع بعض. يلا بلا ما تتأخروا، الله معكن. رح نمشي لك. ايه سلام. يلا بخاطرك خالتي. كارا، لاحظت كأنه انتي وفرحان متخانقين مع بعضكن، مو هيك؟ لا مو هيك، بس غريب هالسؤال. انا بعرفك منيح، هو هلا مسافر يومين ورا بعض، وانتي لا طلعتي فيه ولا ودعتي، ومن جهة تانية انا حاسة انه فرحان مو مبسوط ومانو على بعضه ابدا. ما في مهرب من المشاكل، خاصة بين الرجال ومرته، بس فرحان بضل زوجك. زوجي هو أرمان. أرمان صار من الماضي، لا تفكري إنه أنا نسيته، لأنه الأم مستحيل تنسى فراق ابنها طول عمرها. بس لازم تعرفي يا بنتي إنه نحن لازم نعيش. وجع أرمان لساته بقلبي، بس شو يعني انسى فرحان؟ بعرف إنه ما فيك تنسي أرمان بهالسهولة هي حبيبتي، أرمان رح يضل بقلبنا كلياتنا. صدقيني أنا حاسة فيكي، وبعرف إنه لسا ما تجاوزتي موته لهلأ، بس نحن هلأ بالحاضر، ولازم أنت تبني حياة جديدة وتعيشيها. فرحان وابنك أرسلان صاروا هني هلأ حياتك، وأرسلان من حقه يعيش بفرح وسعادة، لهيك أنت لازم تضلي قوية، وهيك بتعطيه الفرحة.